أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالة الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحونات، وفاة طفلين في مديرية خيران المحرق، الحصبة الألمانية تتوسع في حجة. ندوة فكرية في مأرب تدعو إلى إعادة صياغة المناهج الدراسية لترسيخ الهوية الوطنية. الوحدة التنفيذية بمأرب أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون خارج المخيمات. ميليشيا الحوثي تقصف عيادة طبية في منطقة حجر شمال غربي الضالع. شركة الغاز تعلن وصول كميات إضافية من مادة الغاز المنزلي لاستقرار السوق المحلية. المصدر أونلاين، بيان للخارجية الأمريكية. مبعوث بايدن يبدأ جولة جديدة بالمنطقة تشمل السعودية وعمان. الريال يواصل تراجعه، البنك المركزي يعلن بيع 11 مليون دولار بسعر صرف 1240 ريالا. خروج محطة بترو مسيلة في عدن عن الخدمة، ومؤسسة الكهرباء تقول إن مخزون الوقود أوشك على النفاد. مسؤول حكومي: ميليشيا الحوثي ترفض أي نقاش حول الصحفيين المختطفين في مفاوضات جنيف. أمين عام اتحاد كرة القدم في إب يتهم قيادي حوثي بمحاولة اغتياله خلال اجتماع مغلق. خفر السواحل التركي ينقذ مهاجرين يمنيين وأفارقة قبالة شواطئ البلاد. العاصمة أونلاين، معرض في جنيف يبرز جرائم ميليشيا الحوثي. نتيجة عراقيل الحوثي لا تقدم في مفاوضات جنيف. سهيل نت، مجلس الوزراء السعودي يؤكد استمرار دعم اليمن وجهود الحل السياسي الشامل. نقابة الصحفيين تحمل المبعوث الأممي مسؤولية معاناة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي. الحرف 28، نسبة القبول بلغت 84%. اليمن ضمن قائمة الجنسيات العربية العشر الأكثر طلباً للجوء إلى أوروبا عام 2022. عدن، قوات الانتقالي تداهم منزل قائد أمني وتختطف عدداً من حراسته. في يمن مونيتور، حضرموت إضراب شامل في مراكز إنزال الأسماك احتجاجاً على وقف تصدير الأحياء البحرية. نشطاء: أي صفقة تبادل للمعتقلين مع الحوثيين لا تشمل السياسي محمد قحطان عبثية. المنتصف نت، عصابة الحوثي ترفع أسعار الغاز المنزلي. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. في صحيفة الشرق الأوسط، محققون أمميون يتتبعون تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين. جرودنبرغ ينتهز الاتفاق السعودي الإيراني لتحريك رواكد الأزمة اليمنية. تجديد حزبي على تفكيك الحوثيين ونزع سلاحهم لتحقيق السلام. انتحار معاق يمني يثير قضية استيلاء الحوثيين على رواتب المتقاعدين. الميليشيات سخرت أموال المؤسسات التأمينية لمصلحة عناصرها. في صحيفة الاتحاد، جولة جنيف تصطدم بتعنت حوثي. في صحيفة اليوم، لإفقار اليمنيين الحوثي يفرض جباية جديدة بمناطق سيطرته. وفي صحيفة عكاظ، الشرعية اليمنية حريصون على إنجاح مفاوضات الأسرى. رئيس الوزراء اليمني يطالب بسرعة تنفيذ خطة تفريغ خزان صافر نفطي. وأخيرا في صحيفة العربي الجديد، اليمن، الحوثيون يرفضون بحث مصير الصحفيين وقحطان ضمن مفاوضات الأسرى. من عناوين الصحف إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع مقالا نشره موقع الصحوانات للكاتب موسى المقطري تحت عنوان أين قحطان؟
أكد الكاتب في مقاله أنه من غير المقبول أو المعقول أن يتم تجاوز اسم الأستاذ محمد قحطان في أي عملية تبادل تتم بين الشرعية والانقلاب، ولا بد من الضغط من قبل الفاعلين السياسيين وممثلي المنظمات الإنسانية والميسرين لعمليات التبادل في هذا الاتجاه، فقحطان رجل سياسة وسلام وتفاهم، وبقاؤه كل هذه المدة مخطوفا ومجهول المصير هو إخفاق للمنظومة السياسية والإنسانية كلها دون استثناء. لم يحمل محمد قحطان يوما سلاحا سوى الحجة البالغة وأثقال من الحصافة وحملا من المنطق وكما هائلا من الخوف والقلق على حاضر ومستقبل البلد، وختم مسيرته السياسية قبل اختطافه أن كان آخر المغادرين لطاولة المفاوضات، وهو يبذل أقصى ما يملك من جهد لتجنيب البلد والشعب ويلات الانقلاب وما سيجلبه من فوضى على الأرض والإنسان. وأثبتت الأحداث لاحقا أن ما كان يخافه ويعمل لأجل منعه حل بالجميع، وأصبح قحطان أحد ضحايا هذه الفوضى الانقلابية التي جاهد ليقي البلد شرورها، لكنه اصطدم بتعنت الانقلابيين المسكونين وقتها بانتفاشة وهم السلطة والأحلام الزائفة بالتملك والسيطرة. لا يوجد مبرر مقنع أبدا لاستثناء قحطان من كل صفقات التبادل، ولن يقنعنا أحد بأسباب ذلك مهما حاول، وخاصة أن للانقلابيين مكاسب حصلوا عليها وقيادات استردوها، ولم تحصل أسرة قحطان حتى على تطمين حول حياته أو صحته، ولم يبقى في البلد مختطف لم يعرف أهله مصيره أو يسمعون صوته إلا هو، فأي حقد هذا وأي عجز؟ وأين دور الكيانات الدولية التي تتشدق برعايتها لحقوق الإنسان؟ وتحت هذا العنوان يقدمون للانقلابيين خدمات تتجاوز دورهم الإنساني والحقوقي إلى محاولات منح الانقلاب شرعية لا يحلم بها ولن يعترف بها أحد ولو طالت بهم السنين. وحين الحديث عن قحطان يتملكهم التمسكن وكأن على رؤوسهم الطير. لقحطان أسرتان تنتظرانه على أحر من الجمر، أسرة صغيرة حالها كحال بقية أسر المخفيين تموت باليوم مرات ومرات وهي تتمنى عودته أبا وأخا وجدا، أما أسرته الكبيرة فهم نحن اليمنيين في كل جهات الوطن، تعلمنا منه دروس النضال وأخذنا عنه أبجديات الحرية، وكل يوم يمر ننتظر أن يفعل أرباب السياسة والإنسانية شيئا لأجله، فقد فعل لأجلنا جميعا كل شيء، ويخيب أملنا وأمل أسرته الصغيرة كثيرا حين تمر صفقات التبادل ولا نعثر على اسمه، ونعتبر ذلك الإخفاق عيبا وعارا أسودا لا مجال ليظل مستمرا في هذه الصفقة، ولا بد من فعل حقيقي وضغط قوي لتلافيه لنستعيد حكيمنا ومعلمنا قحطان وكل المختطفين في معتقلات الانقلاب. إنسانية الحرب عنوان مقال نشره موقع المشهد اليمني للصحفي فتحي بالأزرق. تناول الكاتب في مقاله مدى الانسجام والتقارب الذي أحدثته الحرب في اليمن بين اليمنيين شمالا وجنوبا، مؤكدا أن هذه الميزة الوحيدة لهذه الحرب التي لازالت مستمرة منذ 8 سنوات. أجمل ما في 8 سنوات من الحرب في اليمن أنها دفعتنا نحن الجنوبيين لاكتشاف إخوتنا في المحافظات الشمالية بشكل جذري وكامل، اكتشاف ما كنا نتوقع له أن يحدث أبدا. تمت الوحدة في 1990 واندلعت الحرب في 1994، ومنذ ذلك الحين اتحدنا نحن الجنوبيين مع الساسة من المحافظات الشمالية مع المتنفذين مع ناهبي الأراضي والمخطئين وما أكثرهم من أهل السياسة، ولكن في الحقيقة كنا أبعد ما يكون عن الاتحاد مع الشعب هناك، لم نعرف صاحب صنعاء عن قرب، ولم يجمعنا بصاحب عمران موقف إنساني جميل، ولم نصطدم مسبقا بإجراءات تفتيش مهينة في مطار عربي ما مع صاحب الحديدة. كانت وحدة سياسية وخلفها 1000 حاجز وحاجز.
8 سنوات من الحرب دفعتنا ظروف الهجرة والنزوح والاغتراب والتقارب والسفر والإقامة إلى استكشاف إخوتنا في المحافظات الشمالية. عام وآخر من الحرب اكتشفنا فيها أن صاحب صنعاء ليس سيئا ولا وحشيا، وأن صاحب مأرب صاحب واجب ونخوة، وأن صاحب إب شديد الكرم، وأن الاتهام وأهلها قلوب كالملائكة. اندلعت الحرب في اليمن، فنزح الآلاف من سكان محافظات شمالية إلى محافظات جنوبية كثيرة، وكنا نظن أن قلوب الناس قد غيرتها السياسة، لنكتشف أن الجنوبيين أرق أفئدة، فتحوا بيوتهم ومدنهم لإخوتهم ولا يزالون. عاشت الناس وتعايشت رغم كل المناغصات والأخطاء هنا وهناك. جنوبيون كثر زاروا صنعاء خلال السنوات الماضية. يثلج صدرك فرحا حجم الروايات عن مدى الحفاوة الصنعانية بهم. في عدن الأسبوع الماضي كنت على ضفاف ساحل جولدمور لأكتشف أنا وصديقي أن العائلات التي على يميني وشمالي من صنعاء. اليمني بطبعه صاحب جوهر أصيل لولا نوائب الدهر. قد تكون الحرب أحدثت الكثير من الندوب والجراح، لكنها أيضا منحتنا فرصة استكشاف الناس من الداخل. المواطن الذي لا حول له ولا قوة، المواطن الذي صنعت السياسة بيننا وبينه سياجات كبيرة وحدود ومسافات ما كنا نظن أبدا أنها تزاح أو يذوب جليدها. علمتنا ظروف الحرب أن العالم وفي حجم إساءته لليمن واضطهاد أهلها لا يفرق بين صاحب حضرموت وحجه. بعد 8 سنوات من الحرب، لو سألت جنوبيين كثر عن موقفهم من إخوتهم في المحافظات الشمالية لبادروك بإجابات إيجابية مغايرة عن نفس ذات الإجابة قبل 8 أو 9 سنوات من اليوم. للحرب مساوئ كثيرة، لكن علينا الاعتراف أن ثمة حسنة كبيرة وكبيرة جدا لها، وهي أنها أجبرتنا على إعادة اكتشاف إنسانية بعضنا، وهو اكتشاف يمنحنا فرصة السير صوب المستقبل برؤية مغايرة. إلى صحفة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. حمزة المقالح في منشور على صفحته بالفيسبوك تناول مستقبل الاتفاق الإيراني السعودي في ظل الاستقطابات العالمية وصراع النفوذ بين الصين وأمريكا. لنجاح أي تسوية في اليمن يجب أن تتوافر لها شروط محلية، ثم شروط إقليمية، ثم شروط دولية. الشروط المحلية لن تنجح إلا بنجاح الشروط الإقليمية، والشروط الإقليمية لن تنجح إلا بنجاح الشروط الدولية. في حالة إعلان بكين بين الرياض وطهران من خلال قراءتي المتواضعة، لن يقود ذلك لتسوية جذرية للحرب، لأن الشروط المحلية لا تزال غير ناضجة، والشروط الدولية حتى الآن لم تتضح ملامحها، فحساسية أمريكا من الصين لن تجعل اتفاقا يتم في مناطق نفوذها يمر بهدوء، فهي قد ورثت هذا النفوذ من بريطانيا العظمى بعد حربين عالميتين، ولن تتخلى الولايات المتحدة عنها بسهولة. ونجاح أي ظروف دولية تحتاج إلى مقاربة صينية أمريكية بالمقام الأول ليس في اليمن وحسب، بل في أكثر من ملف، وهذا حتى الآن غير موجود، بل تكون قد وضعت الصين يدها على سياج ساخنة نراقب وننظر. لفتة: دخول الصين في خط الأزمة اليمنية بشكل غير مباشر يضاعف من حساسية أمريكا تجاه وحدة الأمن الإقليمي للبحر الأحمر وبحر العرب، وبالتالي قضية وحدة اليمن هي مصلحة دولية قبل كل شيء، وهذا ما يفسر تراجع الدور الإماراتي في دعم الجماعات الانفصالية في جنوب اليمن، وهذا ما دفع السعودية أيضا إلى إظهار موقف حاد تجاه المجلس الانتقالي والكيانات المسلحة التي تدعو لانفصال الجنوبي خلال الفترة الماضية. هناك متغيرات وهناك تحولات مهمة. أحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام على صفحته بالفيسبوك شدد على ضرورة أن تشمل صفقة التبادل مع ميليشيا الحوثي لصحفيين المختطفين منذ 8 سنوات.
أي إهمال من قبل المبعوث الأممي ووفد الحكومة لملف الصحفيين في سجون الحوثي غير مقبول، وعلى وفد الحكومة المفاوض المطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وعلى المبعوث الأممي الاستجابة للأصوات الشجاعة للمنظمات الصحفية في أنحاء العالم والتي طالبت بالإفراج عن الصحفيين بشكل فوري والتأكيد على حرية وحماية مواقف المؤسسات الصحفية والحقوقية. منشور صحفي علي الفقيع على صفحته بالفيسبوك أكد أن الصراع في اليمن ليس صراع نفوذ بين السعودية وإيران بقدر ما هو صراع مع ميليشيات ترى أنها على حق بحكم اليمنيين وفق اعتقاد تفوقها الجيني. يبدو مهما التأكيد على أن الحرب في اليمن أكثر تعقيدا من مجرد كونها صراع نفوذ بين السعودية وإيران، وإن كان هذا الجانب حاضرا وبالتالي فإن الصراع في اليمن قد يأخذ منحا آخر بالنظر إلى طبيعة وبنية الجماعة الحوثية الرافضة لحق الشعب في اختيار من يحكمه واعتقادها بتفوقها الجيني وقدرتها على استنساخ التجربة الإيرانية في اليمن، قائد الثورة المرشد الأعلى، مستندة إلى عقيدة الولاية والحق الإلهي وانفتاح شهيتها على السيطرة بالقوة، حتى ظنت أن بإمكانها ابتلاع اليمن وتغيير هويته ليكون مجرد حوزة شيعية والشعب مجرد حشد شعبي يردد وراءها الصرخة ويقدم ماله وروحه فداء لعلم الهدى ومشروعه الطائفي، وجل ما قد يعمله هذا الاتفاق أن يحد من الحضور الإقليمي في تفاصيل الصراع ليصبح أكثر محلية حتى يتمكن أحد الأطراف من السيطرة المسلحة على كل أرجاء اليمن، مع أن جماعة الحوثي في حال شعورها بعدم القدرة على ابتلاع اللقمة كاملة قد تقبل بفكرة التقسيم أو إبقاء الكانتونات ولو مرحليا حتى تلتقط أنفاسها لتعاود الكرة. في تويتر السفير عز الدين الأصبحي في تغريدة له أشار إلى خطوات السلام في اليمن والتي يجب أن تنفذ فورا. خطوات السلام في اليمن تبدأ بفك حصار ميليشيا الحوثي لمدينة تعز وإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، وكلا الأمرين لا يحتاجان أي جهد أو تفاصيل، فقط إرادة شعبية ودولية ترغم ميليشيا الحوثي وتؤكد لها أن ما تعمله جرائم ضد الإنسانية لا تسقط ولا يمكن أن ينساها الناس والتاريخ. تغريدة علي العريشي بتويتر دعا إلى تطبيق نموذج الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظات الشرقية المحررة على بقية المحافظات الخاضعة للسلطة الانتقالية. لدينا في حضرموت والمحافظات الشرقية نموذج رائع للأمن والاستقرار، نجح أبناء هذه المحافظات بمساعدة التحالف في تحقيق هذا المنجز الهام لجميع اليمنيين. يمكن استثمار نموذج المحافظات الشرقية لتعميم التجربة في بقية المحافظات اليمنية ابتداء من شبوة ثم أبين وصولا لبقية المحافظات. تغريدة رشاد الصوفي بتويتر شدد على ضرورة أن تشمل محادثات تبادل الأسرى كل المعتقلين الأسرى، مؤكدا أن هذا الملف إنساني ولا يقبل التعامل معه بانتقائية. إذا لم تفضي مشاورات سويسرا لإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثي الكل مقابل الكل فهي مشاورات فاشلة وشبيهة بصفقات التبادل التي تقوم بها القبائل أو التنظيمات الإرهابية مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. ملف الأسرى إنساني ولا يجوز التعامل معه بانتقائية. وقحة النظام الإيراني عنوان تغريدة الدكتور محمد جميح بتويتر. طائرات إيران المسيرة وصواريخها الباليستية ملطخة بدماء نساء وأطفال اليمن. وكلاؤهم في البلاد مكنوا خبراءهم من إطلاق سلاح الموت على مدن يمنية وعربية مختلفة، ومع كل ذلك يملك الإيرانيون من الوقاحة ما يمكنهم من القول إنهم مستعدون لاستضافة محادثات سلام يمنية. تغريدة حسن هديس بتويتر أكدت أن تغييب ميليشيا الحوثي للقيادي محمد قحطان قضية لا تخص حزب التجمع اليمني للإصلاح باعتبار قحطان
قيادي وطني أكثر من كونه قيادي حزبي. قضية تغييب ميليشيا الحوثي لقحطان لا تخص الإصلاح وحده، فكل حزب وقبيلة ومدينة وشريحة اجتماعية هي قحطان، فالرجل كان قائدا وطنيا أكثر من كونه قياديا حزبيا أو ممثلا لشريحة أو منطقة، بل كان محل إجماع وحاضر مع الوطن في كل الملمات ومرجعا يتكئ على رأيه الجميع. تغريدة عبد الخالق السمدة بتويتر: اعتبر مفاوضات الشرعية والحوثي بشأن الأسرى والمختطفين عديمة الجدوى إذا لم تشمل الإفراج عن المنصوص عليهم في القرار الأممي. ستبقى مفاوضات الأسرى والمختطفين بين شرعية والميليشيات الحوثية عديمة الجدوى وفاقدة للمصداقية ما لم يتم إطلاق سراح المنصوص عليهم بالقرار الأممي 2216 قبل الشروع في أي تفاهمات لإثبات مدى مصداقية الأطراف المعنية واحترامها للقانون الدولي. تغريدة علي الفقيه بتويتر أكد أن تماهي المبعوث الأممي مع الحوثي في تغييب القيادي محمد قحطان والصحفيين لا يخلو من كونه شريك التنكيل أو شريك في التنكيل بالمختطفين. تماهي وفد الشرعية والمبعوث الأممي مع رفض الحوثيين في مفاوضات الأسرى والمختطفين بجنيف طرح اسم السياسي محمد قحطان أو الصحفيين المختطفين هو شراكة في التنكيل بمختطفين يمنيين وتمكين الحوثي من استخدامهم كملفات للابتزاز. ماذا يعني أن يقبل الحوثيون الحديث عن الجميع عدا قحطان والصحفيين؟ تغريدة أحمد عثمان بتويتر أكد أن تجاهل الرمز النضالي المتمثل في القيادي محمد قحطان من المفاوضات الأخيرة عار على الشرعية وكل مكوناتها. تجاهل هذا الرمز النضالي عار على الشرعية وكل مكوناتها بدون استثناء. محمد قحطان شخصية وطنية تجاوزت الدوائر الضيقة إلى رحابة اليمن وقدم الكثير ومثل روح اليمني العزيز والسياسي الفذ الذي نافح عن الجمهورية وقيم الحرية باسم المواطن البسيط في كل مدينة وقرية. مشاهدينا الكرام، نكون إلى هنا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث الصحافة. انتظرونا غدا في نفس الموعد. دمتم ودام الوطن بألف خير. في أمان الله.